تقتضي بشكل وثيق بالسلام وإنهاء الحروب إلى الأبد. وفي ذلك قرر الاجتماع الآتي: 1. رحب الاجتماع بإعلان جوبا ودعا بالإسراع بالعملية السلمية بمشاركة وطنية ودعم شعبي ولمخاطبة جذور الحروب والأزمة وقضايا المتضررين. 2. دعا الاجتماع إلى دعم التفاوض بين أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعقد مؤتمر للسلام كجزء من العملية السلمية يوفر لها الدعم الشعبي والإطار القومي العريض للمصالحة وتضميد الجراحات التي خلفتها الحرب وإشاعة ثقافة السلام وتوثيق عروة النسيج الاجتماعي وإشراك الشعب وفئاته في العملية السلمية. 3. رحب الاجتماع بإرسال وفد على مستوى عالي من الجبهة الثورية إلى الخرطوم ليعمل مع قوى نداء السودان وقوى الحرية والتغيير وكافة الأطراف على دعم أجندة السلام والتغيير وتوحيد القوى الحية صانعة الثورة صوب السلام والمواطنة والديمقراطية والمصالحة الشاملة. 4. أكد الاجتماع إن مفاوضات السلام من ضمن قضايا أخرى مهمة يجب أن تؤدي إلى خطة شاملة لإصلاح القطاع الأمني وبناء جيش وطني مهني واحد يعكس مجموع المصالح الوطنية ويضع القوات النظامية وهو الكفاح المسلح في خدمة الشعب والنظام الديمقراطي. 5. يدعم نداء السودان التنفيذ الفوري لإجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية من أجل إرساء دعائم السلام. 6. سيشارك فريق من الخبراء من نداء السودان في دعم التفاوض وإجراء المشاورات اللازمة. 7. من المعلوم إن الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي لا يزالان مفوضان جهات بعينها لحل قضايا النزاع الحالي في السودان على رأس الآلية الرفيعة واليونمين، وقد بحث نداء السودان هذا الأمر وأكد على أهمية إصدار الاتحاد الإفريقي ومباركة دولية تفويض جديد لعملية السلام الحالية التي سوف تؤدي بنجاحها إلى إلغاء القرارات الدولية الصادرة ضد النظام السابق ودعم متطلبات تنفيذ اتفاق السلام من المجتمعين الإقليمي والدولي. 8. دعا الاجتماع إلى الإسراع في تكوين آليات السلام ووفد التفاوض بتنسيق كامل بين مجلس السيادة والوزراء للوصول إلى سلام شامل وبدعم من قوى الثورة. 9. ناقش الاجتماع الأحداث المؤسفة في عدة مناطق من بلادنا لا سيما دارفور وشرق السودان وترحم على الشهداء وتمنى عجل الشفاء للجرحى وأدان ما حدث ودعا أجهزة الحكم الانتقالي للتصدي لما يجري من انفلاتات وحماية المواطنين وتوفير الأمن كأوجب واجبات الدولة واعتماد سياسات جديدة تحترم الإرادة الشعبية وحقوق المواطنين. 10. دعا الاجتماع إلى اعتماد سياسات شاملة لمجلس الوزراء لبناء نظام جديد والتصدي للضائقة المعيشية وإدخال إصلاحات عميقة وجوهرية في مجالات الاقتصاد والخدمات والأمن والسياسة الخارجية ومخاطبة احتياجات الفئات الضعيفة كأولوية في مهام اليوم توطئة للوصول إلى دولة الرعاية الاجتماعية. 11. دعا الاجتماع لإعادة النظر في قانون العمل الطوعي ومؤسسات العون الإنساني وإحداث الإصلاحات والسياسات التي تلبي احتياجات النازحين وقضايا العون الإنساني، وأكد على تطلع شعبنا لعودة ملايين النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية واستعادة الوجه المنتج لريف السودان وإنهاء الحروب. 12. أكد الاجتماع
إن العملية السلمية والفترة الانتقالية يجب أن تشمل عقد المؤتمر الدستوري للاتفاق على مشروع وطني يسع كل السودانيين وينقل شعبنا وبلادنا إلى مربع جديد، ويأتي عقد مؤتمر السلام علامة بارزة على هذا الطريق. 13. يدعو نداء السودان السلطة الانتقالية أن تضع في صدارة أجندتها المحاسبة وإنفاذ العدالة حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام المباد في حق السودان والسودانيين، كما يدعو لتفعيل عمل لجنة التحقيق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للكشف عن المسؤولين عن مجزرة فض الاعتصام وكل الانتهاكات التي وقعت خلال حراك ثورة ديسمبر المجيدة وطوال فترة حكم الإنغاذ، كما دعا الاجتماع إلى ضرورة انضمام السودان لنظام روما والمحكمة الجنائية الدولية. 14. دعا الاجتماع السلطة الانتقالية لإصدار قرار بإعادة المصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في حراك الثورة. تطوير نداء السودان وقوى الحرية والتغيير. تناول الاجتماع في بدايته الاستقالة التي قدمها الإمام الصادق المهدي من رئاسة نداء السودان كمدخل إيجابي للتعامل مع المناخ الوطني الجديد الذي أحدثته الثورة والإسهام في تطوير الحياة السياسية، لا سيما وإن نداء السودان قد ساهم على نحو مقدر بمعية جموع شعبنا في التغيير. وقد رأى رئيس نداء السودان بأن الحياة السياسية ونداء السودان يحتاجان إلى إصلاحات جذرية وتطوير يخاطب المرحلة الحالية وإعادة هيكلة نداء السودان ليتجاوب مع مهام الحاضر، لا سيما وإنه قد أصبح شريكا في الحكم. وقد كون الاجتماع لجنة لمناقشة هذه القضية الهامة، وقد ثمنت اللجنة الدور الكبير الذي لعبه الإمام الصادق المهدي طوال سنوات حكم الإنقاذ ورفضه المستمر للمشاركة في النظام، والدور المهم الذي لعبه في قيادة نداء السودان والحفاظ على وحدته. وإن الإمام الصادق المهدي يظل أحد كبار قادتنا الذين وقفوا ضد الأنظمة الشمولية وساهم في رفض الحركة السياسية بأفكار حيوية ومتجددة. وقد رأى المجلس القيادي في إطار قضايا التجديد والتفاعل مع المناخ الجديد قبول الاستقالة، وأكد على ضرورة استمرار نداء السودان في لعب دوره كأكبر تحالف يوحد قوى المدينة والريف وهامش وحضر السودان، وأن يعتمد نداء السودان قيادة جديدة. وقد تم إحالة موضوع الهيكلة إلى المجلس الرئاسي لنداء السودان، وأن يساهم بفاعلية في الوصول إلى هيكل مقبول لقوى الحرية والتغيير بالشكل الذي يحافظ على وحدتها لأداء مهام المرحلة الانتقالية ويرضي جميع أطرافها وينهي الجفوة بينها وبين جبهة الثورية السودانية كفصيل مؤسس لقوى الحرية والتغيير، مما يسهم في توحيد شعبنا. وقد تم بحث كيفية هيكلة قوى الحرية والتغيير، وقد أمن الاجتماع على إخضاع هذا الأمر لمزيد من النقاش والتشاور داخل نداء السودان ومع قوى الحرية والتغيير، والوصول إلى قرار نهائي لنداء السودان في الاجتماع القادم في فترة وجيزة. أكد الاجتماع على أهمية الدور الذي يلعبه نداء السودان في صفوف قوى الحرية والتغيير وفي مرحلة الانتقال الصعبة والمعقدة التي نواجهها اليوم، ودعا الاجتماع إلى إيجاد شراكة حقيقية ومنتية بين جميع أطراف الحكم الانتقالي وضمنها القوات النظامية على أساس مشروع جديد سداته ولحمته الحرية والسلام والعدالة، وهي شعارات ثورتنا الميمونة. المجلس القيادي لنداء السودان، العين السخنة، جمهورية مصر العربية، 30 سبتمبر 2019.